بالنسبة لموقفنا اليوم حقيقة الموقف جدا جيد، انسيابية جدا عالية، شوارع بغداد الكرخ والرصافة، يعني هذا الشيء جاء بعد أنه يمكن كملت الامتحانات بالنسبة لي الصف الثالث المتوسط، أيضا الكثير من الجامعات اللي بلشت العطلة الصيفية، فاليوم الموقف جدا جيد حقيقة، لا تخلو من بعض الكثافات في مناطق يعني متفرقة، هذه الكثافات أكثرها ده تكون مقتربات الأعمال واللي إحنا صارت عندنا يعني تعودنا عليها واللي المواطن أيضا صار على اطلاع عليها. يعني اليوم مثلا كان عندنا الزخم إذا نبدأ من جانب الكرخ فهو في من سيطرة 75 باتجاه علوة الرشيد الموقف جيد، باتجاه مفرق الدورة أكيد أكو كثافة، عنق زجاجة أعمال ما زالت مستمرة، الأعمال متغيرة والاستدارات أيضا متغيرة حسب أعمال يعني حسب الأعمال الموجودة بالمنطقة، فده صار أكو كثافات أكو زخم أكو بطء بحركة السير. باتجاه سريع البياع الموقف جدا جيد، ايضا باتجاه ام الطبول حتى ساحه قحطان اليوم الموقف جيد، ساحه النسور الموقف جيد، باتجاه شارع الزيتون الموقف جدا جيد، الحارثيه اليوم موقف جيد، شارع 14 رمضان، حي الجامعه، شارع الربيع الموقف يعني جدا جيد، اكو كثافه تصير فقط في تقاطع اللقاء مثلا، بعدها السير راح يشتت باتجاه الاسكان، باتجاه شارع 14 رمضان، باتجاه المنطقه البيجيه، اكو اعمال واكو تحويل بخط السير، فاكو بطء بحركه السير بهاي المنطقه اللي هي من البيجيه باتجاه وزاره الكهرباء، اكو كثافه ولكن الكثافه الاعتياديه. باتجاه العلاوي الموقف أيضا جيد، الحملات ما زالت مستمرة على المركبات النقل العام اللي دي قبطون خارج الجراج أو اللي دي يوقف في أماكن غير مسموحة للتوقف حتى يصعد أو ينزل الركاب، الحملات مشددة من قبل مفارز مديرية المرور ومستمرة، ونتمنى من جميع الأخوة سائقي المركبات بالنسبة للنقل العام أو الأجرة أو حتى المركبات الخاصة أنه يلتزمون بمخالفة الوقوف الممنوع، وأيضا بالنسبة للأخوة اللي سياراتهم خصوصي ويعملون أجرة أيضا اليوم أكو حملات مشددة من مفارز مديرية المرور في الكرخ والرصافة على المركبات اللي الخصوصي واللي تعمل أجرة، هذه تعتبر مخالفة غرامتها 100,000 دينار وأيضا تصل إلى حجز المركبة، أيضا هذه مو بس تعتبر مخالفة، هذه موقف يعني يدخل ضمن الإنسانية، أنت اليوم صاحب المركبة الأجرة يدفع ضريبة، يدفع إلى هيئة النقل أيضا رسوم أكثر عند تسجيل مركبته، ودا يتكبد عناء أنه هو يعمل أجرة، أنت تجي تنافسه وتعمل معه، فنتمنى من جميع السائقي المركبات أنه يلتزمون بهذه المخالفة، أيضا أكو تجديد لهذه المخالفة. أيضا بالعودة إلى الموقف الصباحي، باتجاه الخرطوم الموقف جيد، تقاطع الشواف، وزارة التخطيط، أكو بعض يعني إحنا ما نسميها كثافة عالية وإنما بطء بحركة السير، وإحنا اليوم في شوارعنا أي بطء بحركة السير راح يسبب لنا زخم مروري. يستمر بعدها إلى جسر الجمهورية الموقف جيد، باتجاه الباب الشرجي الموقف جيد، عندنا بالرصافة خط التسوق اللي هو وثبة وشورجة والخلاني، هذه دائما المنطقة تكون مزدحمة، باعة متجولين اللي يفترشون نهر الطريق، بعض المركبات اللي طبعا هذه المنطقة دائما تفتقر لوجود الجراجات، الجراج يكون بعيد، فالكثير من سائقي المركبات اللي يضطر انه مثلا يوقف مركبته قريب المحلات او الاسواق، هذه مو بس مخالفة وانما ده تسبب لنا حركة يعني بطء بحركة السير وده تسبب زخم، يعني هذه المناطق كنا نعرفها انه هي مناطق قديمة، الشوارع بها تكون ضيقة، فما تتحمل انه وقوف ممنوع ولا تتحمل اي مخالفة ولا تتحمل حتى بعض مثلا سائقي المركبات اللي اجره اللي يوقف مثلا على مود يصعد ركاب او ينزل ركاب، فهذه هي اللي تسبب لنا زخم حقيقه، ونتمنى من ايضا الباعه المتجولين واللي يفترشون نهر الطريق انه لا تتجاوز على نهر الطريق، انت اخذ مساحه من الرصيف، لان دائما احنا نقول انه الرصيف هو اصلا من حق المشاة، يعني ما يصير انت تقعد على الرصيف، بس احنا نقول هذا يمكن باب رزقهم وما يصير نقطعه، اخذ جانب من الرصيف، لا تتعدى على كل الرصيف، لا تنزل على الشارع وتسبب أيضا زخم بحركة السير والمرور.